يا رب يا كريم. أيوة أزرق، قل لي مين. برتقالي. رجعنا في الجزء الثاني اللي بين الماضي والحاضر. برشلونة خلصنا، واليوم عندنا ريال مدريد. هنلعب الفوت 20 مباراة، هننزل ملخصها، وعندنا آيكون اختياري. فإذا عجبك المقطع لا تنسى ترسله لأصحابك وتعطينا واحدة سبسكرايب ولايك وشير وتعليق من الأشياء اللي يحبها قلبك. وبسم الله على بركة الله نبدأ. أرسل يا ثالث تحدي يا شباب، ثالث تحدي يا شباب، الوضع تعبان. ثالث تحدي هذا، ثالث رقم ثلاث. خليني أنا أفتحه بالله، خليني أفتحه، خليني أجرب. اي حاشتري بوينتس. لا تشتري بوينتس. يا نني يا نني. اوه تيم اوف ذا سيزون برازيلي كم. لا روح. وشو لا جلتش مو طبيعي هذا. صادري والله زين. عاد من تحدي الايكون. ارسل 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 يا معلم ارسل. ايكون اختياري من ثلاثة يا شباب. بسم الله وعلى بركة الله. ايكون اختياري زائد 93 مومنت. يا رب يا كريم. بسم الله فتحناه يا شباب. واللاعب معانا فيزيكلي 85، ما يبشر بالخير. ديفندنج 97، كيف يعني ديفندنج 97؟ يعني كرت اسطوري. دريبلينج 74، هذا لاعب، هذا ظهير اتوقع. باسنج 79، ما بعرف بس هذا مو مهاجم. شوتينج 50، سرعة 80. معانا باريسي الله يلعن. فيزيكلي 88، انا بعرف الفيزيكلي الوحيد 88 خلت. اذا الديفندنج حلو، ديفندنج 54 يعني مش خلت. دريبلينج 82، هذا مهاجم زبال. هنشوف الباسنج 79، هذا مهاجم كثير زبال. الشوتينج 95، السرعة 85، هذا أسبل مهاجم ممكن يجيك. شرار باقي واحد. الأخير الظاهرة ليل بيقول لنا الأخير الظاهرة صح؟ فيزيكلي 86، الظاهرة مو فيزيكلي 86. أوه طاقاته حلوة. هنشوف الدريبلينج. اسمعوا لو الدريبلينج حلو الوضع في السيستم. دريبلينج حلو الشوتينج، الباسنج حلو كمان. لا مو بيلي ولا الدب. الشوتينج اوه شوتينج حلو. السرعه مش لهناك. سقراط يا حرام اوف. لو السرعه اعلى شوي. 400,000 سقراط. جيب سقراط. شعار النادي يا طويل العمر وين مدريد. والتيشيرت الاصلي حط يا معلم حط. هذه التشكيلة للناس اللي قاعدين يسألوا عن التشكيلة. قاعدين نسوي تشكيلة ريال مدريد عبر الماضي والحاضر. مثل ما انت شايف عندنا في الاحتياط بيل وكنت ورودريجو. كنت بنلعبه وقت الحاجة جدا، اما الباقيين ممتازين. اوكي تشكيلة زينة. نايس بوشكش. زيدان طلع. لازم تقدمت احمد، اضغط خطوة كمان. فيكو يا ثقيل يا عبيط. حرام. يا حرام عبالي حيسحب عليه. لا يا حرام. نايس زيدان، نايس. فيني حلوة يا فيني، حلوة الانطلاقة يا فيني. حط حلوة يا فيني يا أخي. روح للدون. دون مضغوط عليه والله. ايوه دون. ليش بشوت كيرف بالدون؟ صحيح يا زيزو صحيح. زيزو لا. نايس. اعطيني واحدة برعاية الدون يا صديقي. ايوه ليتس جو. ايزي جيم. انت بدك تفتحه. يا نصاب عشان الباكج حلو. يا نصاب افتح بالله عليك. بسم الله يا رب يا كريم. ايوه ازرق، قل لي مين. برتقالي. لا كيف كل ايكون نفتحه بيطلع لنا توتس. لا مستحيل. الباك الثالث في الايكون مومنت مستحيل.
لا لا مستحيل ابدا. اخر تحدي وخلصنا يا شباب. يسعد قلبك يا لل ويعطيك الف عافيه ونسوي سلم يا مدير الجمعيه. ثاني ايكون مومنت في بث واحد عشان تعرفوا اللي مو متابعنا يروح على التويتش، نحن دائما بنحلو بالتويتش. بدنا الظاهره عشان تشكيله مدريد التاريخ الماضي والحاضر، فلازمنا الظاهره. انا حاسس اللي في النص اسطوري. ربي يا كريم فيزيكلي 90 كثير كثير 90. هذا مدافع شكله ديفندنج كم 89. هذا مدافع يا شباب دربلينج 81 شباب. هذا اوكي انا حاسس الدربلينج تبعه اسطوري. الباسينج 82 شوتينج سيء صح؟ اي كنت عارف هذا ظهير. والبيس 88 زيناتي صح؟ ميكيليلي لعب في مدريد صح؟ ميكيليلي نايس لعب في مدريد اتوقع. يس يس حلو حلو بيفيدنا بتشكيله مدريد. يا رب يا كريم نقول بسم الله. الفيزيكلي 88 الديفندنج 90 الدربلينج 88 الباسينج 86 هذا سقراط مره ثانيه. الشوتينج 81 نفسه. زامبروتا زامبروتا سيء ولا حلو؟ زامبروتا فيزيكلي 83 شكله مهاجم. يا رب ديفندنج اوكي ديفندنج ناقص حلو 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 حلو. يا رب الدربلينج عالي. يا رب الدربلينج حلو كمان مش لهناك الدربلينج. يا الله لا تقول لي وسط. باسينج 76 هذا كثير زبالة. شوتينج 94 السرعة صح بالثمانينات صح؟ توني قاعد طقطق على واحد في البث عشان طلع له فاندر سار. احسن احسن يعني نقدر نقول اسمعوا نقدر نقول ميكاليلي ممتاز صح؟ يلعب في مدريد حلو يفيدنا بتشكيلة مدريد حلو كمان ليش لا؟ ناخذ ميكاليلي واحنا مبسوطين. محور الارض صراحة تعطي شادو محور الارض. 30 شخص بده ميكاليلي، 10 بدهم زامبروتا، 2 بدهم فانستروي. الاثنين اللي اختاروا فانستروي قسما بالله انتم ناس كويسة. شباب ميكاليلي فاز. ناخذ ميكاليلي ويعطيكم العافية. ميكاليلي فاز بالتصويت. جي جي عادي لعب في مدريد اهم شيء بيساعدنا في السلسلة. يا رب نقدر نوصل رانك 3 بس ولا رانك 4. بس هذا اللي بدنا اياه. نركز نمخمخ قوة اناقة وبسم الله. حلوة هاي حلوة حلوة. لا 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 انا بحب التعليمات احسب لعبي مو احسب لعب الناس. ايوه يا دون ايوه يا دون سيزو صحيح يا سيزو. لا يا احمد مسختها صحيحة يا زيزو صحيحة ان شاء الله. اي والله لو نركز شوي بنجيب رانك حلو. بوشكش بوشكش يا عبيط. يا اخي بوشكش ارحمني. صحيح يا الدون والله صحيح. ايوه سلكت 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 صحيحه صحيحه صحيح. ايوه يعطيك العافيه الخصم. ايوه الله فينيسيوس ملك السلكان. تشكيله جلتشات يا شباب تشكيله جلتشات. اول مره بواجه دي ماريا ادعوا لي. صحيحه بلنتي صح 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 صح. لا لا يا احمد تضيع بلنتيات يا احمد. لا فيجو قلم مدافع تصدق. حرامات حرامات بعد كل هذا التعب ناكل. دي ماريا بدي يكسر ويشوت. والله عبالي بدي يكسر. حلو دي ماريا اكيد ما هو تو نازل دي ماريا فبيعطوه وضعية الاسطرة. شوف كل هجمة هجمها جاب جول. ملك الاحتراف العالمي. شوف خلاص هيك انت مسح بوجهك الارض اليوم. هذه اول مباراة يمسح فيها وجهنا الارض. ايوه ايوه بلشنا ندخل ضد التشكيلات العادية. طالع يا كبير طالع يا كبير. نتعلم من الخصم الماضي نمرر لبرا. اسلكي اسلكي معاي اسلكي. احمد احمد بس روق لازم نروقها. انا اللي بشوف شوف هاي سلكان ما حق.
يعني سلكت معي مرة سلكت معي مرة الحمد لله. صحيح يا زيزو صحيح يا سعد قلبك يا شيخ. روح يا الدول روح يا الدول روح يا الدول أحرام. أيوة نعتمد على السلكان. أيوة حكم حكم السلكان أعطيني كل السلكان اللي في الحياة في هذه المباراة. كل الفوت ما كان عندي سلكان هذه المباراة كل لعبها في اليمين تحت ونحطها في النص. هذه كرة سيبها كده يحرق دم عصابة الواحد. يا واد قوم يا واد. غاصب والله حالف في 60 يمين أضيع كل البلنتيات هالفوت. لازم لا بلنتي ثاني. قم بس قم شوت في رونالدو يا صديقي. والله انا عارف بس انت لو كنت مكاني كمان ما كنت شوتت لانه الدفاع مغطي على ابو شكل الدفاع. فضلك السلكان. ايه شوف شو قم السلكان هذا. حلوة. اركض لا مودريتش معانا انت في الفريق. ما دريت والله يا اخي. دخلها حاله سلكان في سلكان في روح روح يا معلم. ايوه تفهم اخر هجمه اخر هجمه. ايوه اخيرا أخيراً مباراة السلك انتهت. قسم بالله جيم طلع من عيوني. لا إله إلا الله. لا 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 الله الأكبر. لا لا ما تسلك هيك. حلوة فيجو رجل المباراة اليوم. شو لكم قسما بالله ناس لعيبة بس كل أهدافها بنفس الطريقة. باس شوت أيوة أقعد أيوة يلا لا تتعبني معك. جوائز الرانك 5 رانك المنوم. اي واحد عنده تشكيله حلوه ونوب هيك الرانك اللي بيجيب. مبابي يسخن قولتك. بسم الله وعلى بركه الله. مين هذول؟ اوه حلو لوكاس ماكودا ممتاز جدا. الحمد لله يا الله. خلاص الحمد لله. ثانيه ما نتامل منها شيء. ثانيه مش مهمه. ثانيه ولا منها فايده. ولكن الا قلت لكم رايس حيطلع لي رومان دياز عندي يا بس يعني يلا احمر دائما. ثاني باكج بكون زبال فبتفتح القوي اول. صح ولا مو صح؟ والله مو صح يا رب يا كريم. اخر باكج هذا الباكج حلو ترى يقولون. هذا الباكج مش حلو لاعب تيم اوف ذا سيزون مضمون ما يكلف شيء. بسم الله يا شباب. يا رب يا كريم بسم الله يا رب شيء يفرحنا بعد الفوت المتعب هذا. فرنسي سي ام عبالي باكوتا عبالي شو اسمه مباب يا بس سلامات. ارسل يا معلم كمان مره ليش لا. اسمعوا ان شاء الله شيء حلو. ما بدي مبابي بس بدي شيء حلو يعني يلعب في التشكيله على الاقل. يا رب يا هذا الغثيث يا غثيث يا شيء يا اخي غثيث والله نسوي كمان مره. روح بسم الله وعلى بركه الله. ثالث باكج يا اخوان. يا رب يا كريم يا الله ها. اوجي بي تشي طلع لنا واحد ابوه ما بيعرف. اوف سويت جلتش الارض. جلتش الارض هذا. وعشان الجوائز ما كانت حلوه يا شباب قررنا نسوي 15 ترقيه زائد 80 نرجع الاجواء شوي. طبعا عندنا الشباب اللي في التويتش اللي حيتوقع اللاعب موجود صح هياخذ 200,000 كوينز. بسم الله وما طلع لنا شيء الحمد لله. اهم شيء ما اخسر كوينز ولا شيء الحمد لله. انا مبسوط يا رب يا كريم. كلهم 83 حد. انا مدام لي مبسوط
لانه ما حخسر كوينز. ايوه خليكم هيك يا رب يا كريم. ايوه الحمد لله. يلا 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 ووك اوت. حلو حلو ووك اوت. يلا 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 يلا. ايوه هذا مرتين طلع لنا بسم الله. اوكي حلو، لانه مثلا اذا طلع اليسون وفي خمسه قايلين اليسون انا حخسر مليون. ايوه يا رب يا كريم. اوه ووك اوت جميل. ما في ما في حظهم مخيس. 84 في واحد قال التركي من الانتر وحاس حيجيني. اوكي ووك اوت. والله الريتات للنادي تصدق. باقي كرتين ها. ايوه ما في ولا ازرق. 83 اسنسيو اوريدي عندنا يا. اخر بطاقه عندنا ونقول يا رب يا كريم. 15 ترقية ولا طلع منها إيش. الحمد لله ما في توقع صحيح. قلنا زرق. يعطيكم ألف عافية. الحمد لله طلعنا بدون خسارة هالبث، بس خسارة عصبية ونفسية من الفت. وإذا وصلت للنهاية يا صديقي أتمنى يكون عجبك المقطع، ولا تنسى تعطينا واحدة سبسكرايب، تسوي لنا لايك، ترسل الفيديو لأصدقائك، لأنه يعني لازم نزيد العدد يا شباب. يلا إن شاء الله نوصل المقطع لايكات جميلة. شكرا لمتابعتك، وشوف الفيديو الماضي وشوف الفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة. يعطيك العافية.